لو حضرتك تلخص لنا الأزمة اللي كانت دايرة بين هيئة المنافسة الهندية وبين جوجل. تمام، وصباح الخير لك صباح الخير. والمشاهدين. اليوم الأزمة هي عن جد أزمة كبيرة موجودة مش بس بالهند، موجودة بالعالم كله من أمريكا لأوروبا، وهلأ كمان موجودة حاليا بالهند. هي أزمة على عدم المنافسة، ما عم بخلوا يفتحوا المنافسة لغيرهم، وهون عم بصير في نوع من احتكار لهالابتكارات أما التطبيقات بس لجوجل ومصالح جوجل. وشو هن تنقدر هيك سريعا نعددهم؟ وحده منهم هن نظام الفوتره الموجود داخل التطبيق اللي هو جوجل بلاي، اللي كلنا نحن بندفع فيه بقلب الالعاب اما التوجيهات وغيرهم. كمان لصانعي الاجهزه اللي هن من الهند، اليوم في اجهزه نحن بنشتريها صناعه هنديه، هولي كمان فرضوا عليهم ترخيص تطبيقات الفرديه للتثبيت المسبق اللي بيجي عليهم على السوفت وير يكونوا مفتوحين لدوله الهنديه، تقدر هي تحط التطبيقات تبعها، مش جايه موجوده من بري بيلت من برا، اما لا فرض عليهم استعمال تبع جوجل. كمان المستخدمين فيهم صاروا يختاروا المحرك البحث الافتراضي بدل جوجل، بدل ما يجي هو باي ديفولت الاساسي، لا صار فيهم يحطوا توجيهات تانية يمكن من قلب الهند، اما يمكن غير شو اسمه بحث افتراضي تاني. كمان تجنب التثبيت المسبق للمتطلبات، هون صار فيها الدولة والشركات تحط كمان التطبيقات الخاصة فيها اللي ما كانت أبداً تقدر تنعمل قبل، وإمكانية التحديث التلقائي للتطبيقات كمان من خارج جوجل بلاي أما جوجل ستور، صار فينا نتفق ننزل ستورز تاني اللي هي موجودة بغير محلات. وهون نحن بدنا نذكر قيمة السوق الهندي، تقريباً هن 97% أندرويد، عم نحكي 600 مليون هاتف ذكي. هون الهيئة المنافسة الهندية يعني عم تفرض شغلة أساسية وعندها إيد كتير كبيرة، تقدر تغير وتقدر تفرض على جوجل، لأنه عم نحكي نحن ماركت شير، أما تقريبا القيمة السوقية تقريبا 600 مليون هاتف ذكي، يعني لعبة كتير كبيرة، مجبورين جوجل يسمعوا وسمعوا بهذا الموضوع. سيد رودي، كثير عم نسمع مصطلح الاحتكار وخصوصا ب يعني مجالات كثيره، شو معناه وشو معناه بهذا المجال تحديدا بالتكنولوجيا، وشو بيأثر قد ايه بيأثر على المنافسه؟ اكيد ولذا اليوم اقول احتكار مع جوجل بالذات، تنقدر نركز على جوجل. اليوم وقت انا نزل التطبيق اما الاندرويد تبعي، اشتري اندرويد، انا بيجي فيه جوجل بلاي، بيجي فيه مابس تبع جوجل، صحيح، بيجي فيه الادفرتايزمنت تبع جوجل، بيجي فيه تطبيقات جوجل فرضتها علي اما عامله اتفاق مع شركات معينه. هيدا نوع من الاحتكار ما بنقدر نحن نتحكم فيه، وعم نعطيها نوع من ادفانتج لجوجل ونحن ما عم نقدر كمان نتحكم فيه. هون اجت الدوله انه قالت لا وقفوا، نحن عندنا اقتصاد كبير، تقريبا نحن الهند صارت من اكبر دول العالم عدد السكاني، عندنا 95% من المستعملين تقريبا مثل ما ذكرنا 600 مليون هاتف ذكي موجود، نحن لازم يكون في عنا دعم للصناعة الوطنية بقلب الهند، ودعم للصناعة والانتربرنورز والتطبيقات الوطنية، مش بس نحن مجبورين ناخد شو انتم عم تعطونا. وهون اجوا فرضوا عليهم، لأن هن شو عم يربحوا؟ إذا عم نحكي نحن بالدعايات، الهند ما بيدر لها شيء مال، وما عم تقدر تدعم الشركات الوطنية، عم بياخذوا داتا الاتصالات، عم بياخذوا داتا الوجود وين انت موجود، اللوكيشن شيرينج واللوكيشن، عم بياخذوا كمان عم يفرضوا عليك ماركت بليس انت يمكن ما بفيدك، منه بلغتك، منه لوكال باللغه اللي انت بتحكي فيها، ما قدروا هن عم يتحكموا بهذا الموضوع، عم بياخذوا كل المعلومات عنك تيقدروا يفيدوا هال الادفرتايزنج داتا تبعهم هن، وكمان الشركات الوطنيه ما بيقدروا يستفيدوا منها تيعملوا هن خوارزميات وتطبيقات عليهم. واخر شيء كمان موضوع الدفع، عم تضمر دغري على
امريكا اما على ايرلندا اما حسب وين موجوده، لا بل هون كمان عم تفوت وتقول لهم لا نحن بدنا نستعمل الات الدفع الوطنيه اللي انتم عم تمنعونا نحن نقدر نستعملها. مشان هيك اعطيتهم تحذير باكتوبر الماضي وبهلا من يومين ثلاثه. نوعا ما جوجل جربت تطول هذا التواريخ بالمحاكم، في محل قدروا يطولوا الاحتكار تبعهم، في محل سمعوا لهم انه نحن رح نجرب نساعد ونغير ببعض المواضيع تنقدر نفتح لكم الجوجل من التطبيقات الاساسيه الموجوده من المصنع، بدل ما تكون لا مفروض عليكم انتم تتبعوا نحن شو عم نحط بالتطبيقات. طيب سيد رودي، بالإضافة إلى هذه الأزمة يمكن تابعنا أيضا أزمات سابقة بين بعض الدول الأوروبية وجوجل وبين كوريا أيضا الجنوبية وجوجل، هل حضرتك بتتوقع أو ممكن أن تغير جوجل سياستها بشكل عام استجابة لهذه الدول؟ يمكن حضرتك كنت بتتكلم عن أنه في هذه الأزمة بالتحديد بين لجنة المنافسة الهندية وبين جوجل استطاعت أن هي تؤثر على هذه السياسات، فإلى أي مدى ممكن أن تؤثر هذه الدول في تغيير السياسات الخاصة بجوجل، ولا ده بيعتمد على مدى تأثير هذه الدولة في السوق التكنولوجي؟ اليوم التغير العام عم بيكون بالقانون لحديت هلا، بعده متابعين هن السياسي انه نحن اذا ما نطلب منا لا نحن منعطيهم. بدنا نذكر انه هن عم يعطوا التطبيق هن برايهم انه هو ببلاش، بس هو مش قصد ببلاش عم يعطوك اياه، هن عم ياخذوا كل هالمعلومات يعني بطل هو ببلاش. إذا بنرجع شوي بالزمن الماضي القريب اللي هي نوعا ما المحكمة نوعا ما لحقها أوروبا الاتحاد الأوروبي، ووصلوا هن إنه يجزون 4.3 مليار دولار بأكتوبر الماضي، يعني مش من زمان، لأنه هيدي محكمة دايرة تقريبا شي 4 5 سنين يعني. فكمان بالفرض وبالقانون والله انتم بتطلعوا برا. وبنذكر كمان نحن التطبيقات باوروبا 550 مليون هاتف ذكي، 75 مليون 75% من الماركت. هلا غير هل يا ترى رح تكون هي الطريقه المثلى والمستقبليه؟ انا بستبعدها، لانه طالما انه هن عندهم الادفانتج لهذا الموضوع هن رح يضلهم يستعملوا، لانه ما حدا عم يطلب منهم، فهن كل ما عم نوعا ما عم ياخذوا هذا الادفانتج لهم تيقدروا يتحشوا وياخذوا المعلومات وياخذوا البيانات وياخذوا كميه من السوق اكثر من المتطلب. لانه اليوم اقروا هن انه هذا التغيير اللي فرضته الهند تغيير كثير جذري وكثير بده ريسيرش، بده تبني لقصص جديده، يعني ما كانوا ابدا يعني راحوا اكثر من اوروبا. واذا بنرجع شوي بالتاريخ يعني اخر 12 سنه اما اكثر ما عندهم ريكورد حلو جوجل، يعني من كندا لتكساس لاوراكل هن كمان فاتوا بمحاكم مع بعض، امريكا كذا مره، يعني ما في بلد مش تقريبا حاكم عليهم اما مجرب ياخذ منهم بعض الحقوق لهم، لانه هن دائما عندهم الادفانتج لهم، اما المنافسه دائما موجوده لصالحهم مش لصالح الشركات اما الكونتريز اما البيانات كمان الموجوده لهم. فما رح تكون معممه لحديت هلا، تنشوف نحن مع تقدم الايام كيف رح تصير. كمان هذه المحكمه بعد معهم شهرين تيبتوا حسب المحكمه العليا تيبتوا شو هي اخر الاراء تبع المحكمه، هل يا ترى رح يجزون هال 160 تقريبا مليون دولار كامله ورح يكون في شيء جديد، هل يا ترى التزموا كمان جوجل اما لا، هول كلهم ببينوا تقريبا من هلا لشهرين.